سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامجكم الرمضاني لعلكم تتقون في موسمه الثاني لهذا العام 2024. في هذه الحلقة سنلقي الضوء على التغير الإيجابي في رمضان، بالإضافة إلى التطور التاريخي لهيئة ديوان الزكاة والآفاق المستقبلية لحصيلة الزكاة. يسرنا مشاهدينا الكرام أن نستضيف في هذه الحلقة من اليمين الشيخ أحمد نور علي، وهو وجه غير جديد عليكم. كما يسرنا أيضا أن نستضيف الأستاذ سراج محمد عبد الله، وهو أيضا من مؤسسي هيئة ديوان الزكاة، ولا يزال حتى يومنا هذا من كبار القائمين على هذه المؤسسة. مرحبا بكم ضيفي العزيزين، وشكرا على تلبية الدعوة للمشاركة معنا في هذه الحلقة. بداية أود أن أستهل يعني النقاش مع الأستاذ أحمد نور علي. دعنا يعني الأستاذ أحمد نور نتحدث عن التغيير كمفهوم، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالتغيير الإيجابي. ما المراد من مفردة التغيير ولا سيما التغيير الإيجابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أتوجه إليكم بالشكر على الاستضافة، ويعني إعطائي فرصة الإطلال على مشاهديكم الكرام. في هذه المناسبة، مناسبة رمضان، من المناسب إذا نتحدث عن التغيير. نعم. ويمكن أنه إذا يعني خففنا اللفظ نكون في تحسين السلوك أو تحسين الأداء. التغيير المقصود به هو التحول من حالة نعيش فيها، يعني وضعنا الحالي الذي نعيش فيه، إلى تحول إلى حالة منشودة نرغب فيها. يعني في حالة نحن الموجود في حالة معينة نعيش فيها وغير راض عن هذا الوضع، فنتحول أو نسعى إلى التحول إلى حالة ننشدها ونتمناها ونرغب فيها. فهو التغيير بأنها لفظ محايدة، قد يكون سلبي وإيجابي، لكن الذي نعنيه هنا هو التغيير الإيجابي، أو يعني الأداء، أي تحسين الأداء إلى أفضل مما كنا عليه سابقا. وهذا هو الذي نقصده، يعني هو الانتقال من وضعية معينة إلى وضعية أخرى أفضل منها، ولابد أن يعني تكون فيما يتعلق بالجانب الإيجابي. طيب، إذا أردنا أيضا أن نتوقف ولو لبعض الوقت حول العلاقة يعني بين التغيير وبين شهر رمضان. نحن نعلم أن شهر رمضان موسم من المواسم المباركة ومحطة مهمة من محطات حياة الإنسان، فما هي العلاقة التي تربط بين الأمرين، بين شهر رمضان وبين التغيير الإيجابي؟ العلاقة قوية بين التغيير ورمضان، لأن شهر رمضان أول شهر استثنائي بكل ما تعني هذه الكلمة، مخالف لبقية الشهور الأخرى، ويعني استثنائيته تتمثل يمكن في ممكن جانبين أساسيين. الجانب الأساسي في هذا الشهر تكون هناك محفزات كبيرة لأن يغير الإنسان تغيير الإيجابي. هذه المحفزات يعني كثيرة جدا، لكن ممكن أن نذكر منها أولا أن هذا الشهر أولا يعني شهر فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. في هذا الشهر شهر الرحمة والغفران، في الحديث كما جاء في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه. والاستغفار والتوبة إلى الله هو التغيير الحقيقي، بس التغيير الإيجابي. هذا الشهر هو شهر القرآن، هذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنة، هذا الشهر يعني تضاعف فيه أعمال الحسن، تضاعف فيه يعني تتوفر في هذا الشهر عبادات لا نراها في بقية الشهور، من صيام فريضة الصيام، من صلاة التراويح وإلى آخره. فهو أولا المحفزات في هذا الشهر كبيرة جدا. إضافة إلى ذلك كثير من المعوقات التي تعوق الإنسان دون التحسين أو دون التغيير إلى الأفضل يعني تكون تزال في هذا الشهر، تكاد تنعدم أو على الأقل تضعف، تتراجع، تصفد الشياطين.
البيئة الاجتماعية ويعني بشكل عام يكون محفز لكل الناس، القلوب تكون متوجهة نحو الخير، لأن الشياطين ويعني مرض الجن كله أغلق، وكما جاء في الحديث يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهذا الشهر تعتق فيه الرقاب، فكل هذا عندما يعيش المؤمن هذه الأجواء من إزالة العقبات وإيجاد المحفزات، هذا دفع نحو التغيير إلى الأفضل مما كان عليه، فهو شهر له ارتباط قوي. إذن رمضان شهر التغيير، وهو فرصة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها للانتقال إلى مرحلة ووضعية أفضل من الوضعية التي نحن فيها في هذا الموسم المبارك. سأعود لك فضيلة الشيخ أحمد نور علي لاستكمال يعني هذا الموضوع، وأنتقل إلى الأستاذ سراج. طبعا كما ذكر الشيخ أحمد نور، شهر رمضان هو شهر التغيير، وهو أيضا شهر البذل وشهر الإنفاق وشهر العطاء وشهر الجود والكرم. ولعل يعني الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله بعمل صالح، فلا بد أن يكون هذا في البداية من الفرائض التي أوجب الله عليه، ومن تلكم يعني دفع الزكاة وإيصالها إلى يعني مستحقيها. نريد في البداية أستاذ يا سراج يعني أن نتوقف لبعض الوقت مع العوامل والأسباب التي دفعت رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر رجيلة إلى إنشاء هيئة تسمى ديوان الزكاة، تعنى بتنظيم وجمع والتوزيع الزكاة. ما هي هذه الأسباب والعوامل التي دفعت الرئيس إلى القيام بهذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أشكرك أستاذ جابر على استضافتك في هذا البرنامج القيم. ثانيا، أسباب الرئيسية التي دعت فخامة الرئيس لإنشاء ديوان الزكاة معروفة، هي أولا كما تعرفون الزكاة هو ركن من أركان الإسلام، فرضه الله سبحانه وتعالى على الإسلام وأمر نبيه لأخذها من الأغنياء وردها على الفقراء. وبعد دخول الاستعمار في بلاد الإسلامية وتلاشت الدولة الإسلامية التي كانت تدار بها الشعوب الإسلامية، هذا الركن لم يكن له قائمة، بينما المسلمين يصلون الصلاة ويصومون رمضان ويحجون، لكن مؤسسات تقوم بجمع الزكاة تلاشت واختفت. وبعد استقرار وقيام الدول الإسلامية وتحريرها من الاستعمار، بدأت كثيرا من البلاد بإقامة مؤسسات تهتم بجمع الزكاة وإعادة توزيعها على الفقراء. نحن من ضمن هذه الدول، فخامة الرئيس فكر ووضع نظام لهذا المؤسسة وكلفها بجمع الزكاة وإعادة توزيعها على المستحقين. الأهداف الرئيسية التي دعت هو أولا إقامة ركن من هذه الأركان، شعيرة إسلامية أساسية، وثم محاربة الفقر، هي ركن من أشياء الأساسية التي تساعد تخفيف الفقر لدى الفقراء وأخذ حق الفقير من الأغنياء. وهذه الأسباب التي دفعت فخامة الرئيس لإنشاء ديوان الزكاة، ومنها كون لجنة تقوم بدراسة وزيارة المؤسسات التي سبقت عملت في هذا المجال، وجزاهم الله خير، كان على رأسهم المستشار السياسي لفخامة الرئيس الحاج عدن شيخ رحمه، وكان رحمة الله عليه، ويكون في ميزان حسناته، بذل جهدا غير عادي وأسس وأدار هذا العمل إلى ما انتقلت إلى تحت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. والحمد لله، الأسباب واضحة، هو إقامة الركن ومحاربة الفقر. جميل، يعني الأسباب الرئيسية كانت إحياء ركن الزكاة الذي كان يعني قد اختفى تماما. لكن هل يعني برأيك توقف الجيبوتيون عن دفع الزكاة في الفترة التي سبقت ديوان الزكاة، أو بصيغة أخرى كيف كان الجيبوتيون يتزكون أو يقدمون زكاة أموالهم
قبل يعني استحداث هيئة تعنى بهذه العملية؟ طبعا هذه المسألة كانت متروكة لكل شخص على حدة، وكل واحد على حسب وعيه على حسب فهمه كان يبذل يجتهدون وكان يخرجون الزكاة كثيرا من التجار، ولكن بطريقتهم ويوزعونها على المتسولين الذين كانوا يأتون من دول الجوار ليس جيبوتيين، يأتون من دول الجوار الفقراء. ربما نتذكر أفواج من الفقراء الذين يأتون ويدخلون ويمرون على المحلات التجارية ويأخذون، والتجار يجمعون مبلغ ما يصرفوها على شكل قطاعات صغيرة ويدعونها في أياديهم تحت مسمى حق الله. أيوه، وكان هذا الطريقة الذي كانوا يدفعون بعد التجار الذين كانوا لهم وعي ديني. أما كثيرا من الذين لم يكن لهم لديهم وعي ديني قد لديهم أموال تصل النصاب وحال عليه الحول، لكن كثيرا ما كان يفكرون عليهم زكاة لأنه كان هناك قلة الوعي أو فهم لهذا الأمور. طيب أعود مرة أخرى إلى الشيخ أحمد نور، تحدثنا عن مفهوم التغيير وعلاقته بشهر رمضان المبارك، لكن يعني ما هي الأسباب التي تحمل الإنسان على السعي نحو التغيير؟ يعني هل من الضروري أن يتحول الإنسان من وضعية إلى أخرى، أم أن المسألة متروكة لأي شخص؟ يعني هل يعني التغيير الذي نتحدث عنه ضروري لكل فرد، أم هو مسألة يعني تتوقف على الإنسان؟ أولا في هذه الحياة ليس هناك أحد يقول أنا وصلت فيهم إلى منطقة الأمان، ولا أحتاج إلى تحصين. فهذه سنة من سنن الحياة التغيير، الإنسان يتغير، يولد صغيرا ثم يكبر، يتغير عمره، يتغير فكره، يتغير سلوكه وهكذا. والبيئة تتغير، فالتغيير يعني سنة الحياة أولا، أمر حتمي. ولذلك يقولون الثابت الوحيد في الحياة هو التغيير. فإذا كان لابد من التغيير فينبغي الإنسان أن يسعى إلى التغيير، في التغيير إلى الأحسن. ويعني كثير من الناس ربما يكون يعني أسباب التغيير أو يعني تكون أقوى عند أحد من غيرهم. من الأسباب التي تدعو الإنسان إلى أن يغير إلى التغيير الإيجابي الذي ندعو إليه هو مثلا كثرة المشاكل في حياتك. كثير من الناس تكون حياتهم عبارة عن إدارة مشاكل، مشاكل زوجية، مشاكل أسرية، أولاد، أصدقاء، العمل وهكذا، فيكون يعيش في دوامة من المشاكل. فمثل هذا ينبغي أن يغير، لأن هناك خطأ ما موجود لم يحتاج إلى التحسين. منها أيضا الشعور بالملل والإحباط من الحياة، يكون الإنسان حياة كله تحولت إلى الروتين، ليس فيها طعم، ليس فيها يعني ما تجديد. يشعر أنه تجديد، لأن حتى ولو كان وضعه جيدا إذا استمر عليه فترة الإنسان يشعر بالملل. فحتى يطرد هذا الملل الإنسان ينبغي أن يغير. وكذلك من أسبابها أيضا ضعف الإنتاج، فالإنتاج الإنسان ينبغي أن يتحسن شيئا فشيئا. فعندما يشعر الإنسان أنه يعني إنتاجه ليس كما ينبغي، يعني التزامه الديني قد يكون ضعيفا، سلوكه في تعامله مع زملائه، علاقته مع الله كلها ليست كما ينبغي، ففي هذا الحال يحتاج إلى أن يغير التغيير الإيجابي. وكذلك أيضا أحيانا يكون المقارنة، يكون يعني دافع من الدوافع التغيير المقارنة، عندما يقارن الإنسان نفسه بغيره، بزملائه، بمن كان يعيش معهم على نفس المستوى، عندما يرى هؤلاء يعني تفوقوا عليه وتجاوزوا بمراحل وهو ما زال يعني متأخرا، فينبغي أن يكون هذا دافعا أيضا من دوافع التغيير. وكذلك أحيانا يكون الإنسان عندما يستمر على وضع معين تفقد الحياة اللذة، يشعر بفقدان يعني متعة الحياة. فالتغيير والتطوير وكسر الروتين هذا يجعل الحياة متعة وحيوية، وكل هذا يؤثر طبعا على نفسيتي، على سلوكي، على أفكاري وهكذا. ولذلك
المؤمن لا يشبع من الخير حتى يصل إلى القبر، فلا بد أن يكون في دوامة حتى يأتيك اليقين، فلا بد أن يكون في دوامة من التحصيل المستمر، ولا يمكن الإنسان أن يصل إلى القمة أبدا فهذا هو في هذه الحياة. فهذه مبررات أو دوافع تدفع الإنسان إلى أن يغير إلى الأفضل. وكما ذكرنا يعني الوقت المثالي للتغيير هو شهر رمضان. جميل. إذن يعني أنت تقول أن التغيير أمر حتمي لا يمكن لأي إنسان أن يستغني عنه مهما كان وضعه. ثم إن الإنسان إذا يعني تطور أو يعني تغير نحو الأفضل في مجال فقد يكون يعني متخلفا في مجال آخر، والحياة كلها مجالات يعني متعددة، فهذا يحتم على الإنسان ويعني يجبره أن يسعى نحو التغيير. هل هناك فضيلة الشيخ مبادئ أساسية في التغيير يجب أن يعني يتقيد بها الإنسان الساعي نحو التغيير نحو الإيجابية؟ نعم، هناك مبادئ أساسية استيعابها قد تكون عامل من عوامل التي تساعد الإنسان على أن يغير نفسه إلى الأحسن إلى الأفضل. أول مبدأ وأساسي تقريبا هو أن التغيير يكون التغيير داخلي نفسي بالدرجة الأولى، ولا ننتظر التغيير من الخارج، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكثير من الناس قد ينتظر التغيير أن يأتيه من الخارج، تتغير مثلا وضعيته المالي والبيئة المحيطة. لا، التغيير يبدأ من الداخل، من العمق. إذا تغير من الأعماق فكل ما حوله يخضع لهذا التغيير. هذا مبدأ أساسي. النقطة الثانية يعني هل يمكن أن نضرب مثالا على ذلك؟ ما المقصود بالتغيير الداخلي الذي ينعكس إيجابا على التغيير الخارجي؟ لنضرب مثالا حتى نقرب صورة للمشاهد. نعم. يعني التغيير الداخلي هو أولا تغيير الأفكار. نعم. الأفكار التي يؤمن بها. هذه الأفكار طبعا لها انعكاس على سلوكي. صحيح. تغير أفكاره، يعني الأفكار التي كان مشى عليها إذا استمر على نفس الأفكار. نعم. يقولون حياتك صورة من الأفكار التي تحمله. نعم. فتغيير الأفكار والمبادئ التي يؤمن بها لها دور كبير. تغيير النفسيات. نعم. مشاعره، روحانياته، علاقته بالله، عباداته، هذه لها تأثير. لذلك التغيير الذي نقصده هو تغيير الأفكار، تغيير المبادئ، تغيير علاقتك بالله سبحانه وتعالى، قناعاتك، اهتماماتك. هذا عندما يغير الإنسان هذه الأمور تتغير الظروف الأخرى المحيطة بها. هذا أولا. نعم. المبدأ الأول في التغيير. إذن التغيير الداخلي. أيوه. نعم. ثانيا التغيير لابد للتغيير لابد لكي تغير لابد أن تضحي. التضحية والصبر أساس في التغيير. لأن الإنسان إذا ما تعود عليه أصبح عنده شيئا ثابتا خلاص. التحول حتى ولو كان شيئا بسيطا صعب. صحيح. فلا بد أن يكون مستعدا لهذه التضحية. بدون إذا كان يريد أن يتغير بدون تضحيات فهذا أمر مستحيل. فلا بد أن يبدأ أنه لا بد أن يكون مستعدا لهذه التضحية. الأمر المبدأ الثالث الذي يعني له ينبغي أن يعني يؤمن به الإنسان هو الاحتكاك بالمتميزين لكي تتغير إلى الأحسن. ابحث عن من تميز في هذا المجال، اربط نفسك به. التغيير هنا يكون ربما أيسر لأن الإنسان النفس يعني مجبلة على التقليد، يعني لازم يكون عندك نموذج. أيوة. تقتدي به. صحيح. يعني أثر تعيش معه، ترتبط به، تبذل جزء كبير من وقتك معه. هذا أيضا مبدأ أساسي من مبادئ التغيير. الأمر الآخر هو التخطيط للتغيير. يعني بد أن تحدد ماذا تريد أن تغير في أي مجال، أين أنت الآن وإلى أين تريد أن تذهب في التغيير. فهذه مبادئ أساسية يعني تساعد الإنسان إذا استوعبها في التحول نحو التغيير الإيجابي الذي نأمل. جميل. سنتحدث فيما بعد عن يعني المقصود من ماذا نغير ونصائح للمشاهدين حول التغيير الإيجابي، لكن أنتقل مرة أخرى إلى الأستاذ سراج محمد عبد الله. أستاذ سراج، تحدثنا عن العوامل والأسباب التي دفعت رئيس الجمهورية إلى إنشاء هيئة تعنى ب
تنظيم وجمع وتوزيع الزكاة. لكن ربما يتساءل المشاهد الكريم، بعد مضي 20 عاما من إنشاء هيئة ديوان الزكاة، منجزاتها التي تحققت على أرض الواقع، ولعل ذلك يعني في البداية وفي الدرجة الأولى المهمة الأساسية للديوان هي الزكاة، كيف طورتم عملية جباية الزكاة أو تحصيل الزكاة بمعنى أقرب؟ وحدثنا باختصار أيضا عن التطور الذي حققته هذه العملية، أي حصيلة الزكاة، على مدار العقدين الأخيرين، وكيف تنظرون إلى ما هو قادم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تطوير عمل الديوان، عندما تأسس ديوان الزكاة وضع له نظام أساسي ومجلس إدارة، ثم بعد كده ديوان الزكاة بدأ يوعي الجمهور، توعية الجمهور أي قبل شروع في حصيلة الزكاة أو طلب دفع الزكاة للديوان، لابد توعية للرأي العام الجيبوتي، وجلبنا خبراء من خارج جيبوتي الذي سبق عندهم خبرة في هذا المجال، مؤسسات زكوية مماثلة على رأسهم كانت ديوان الزكاة السوداني، بيت الزكاة الكويتي. وقمنا باجتماعات مع شرائح مختلفة من المجتمع الجيبوتي، أهمية دفع الزكاة دينيا واجتماعيا وما تعود عليه فوائدها على مستوى المجتمع، وخاصة على الشرائح التي تستحق هذه هذه الزكاة. وبعدها انتقلنا شروع في عملية تحصيل الزكاة، وفعلا البعض كثيرا كان يظنون أن العمل هذا لا يتحقق أو لا ينجح كثيرا، ولكن بفضل الله حصل هناك تجاوب كبير، والعمل بدأ من حصيلة السنة الأولى وصل إلى 21 مليون، والسنة الثانية تضاعف، والسنة الثالثة تضاعف. مشينا في صعود حصيلة الزكاة، زيادة عدد المزكين وزيادة حصيلة الزكاة، إلى ما وصلنا عام 2019 اللي عام الكوفيد 19، وصل حصيلة الزكاة أعلى درجة كان 250 مليون فرنك جيبوتي. وهذا كان أعلى. ثم بعدها شوية حصلت تراجعات خفيفة لأسباب عدة، ونحن في سدد اجتهاد رفع الحصيلة كما كانت تستمر في صعود وليس في التناقص والتراجع. ولا زلنا نطمع ديوان الزكاة يتحرك في أوساط المزكين. في هناك القيرة دافعين للزكاة قد يصل ل 80% مقارنة ممن تجب عليهم الزكاة. الآن بالأمس كنت قسم الجباية بلي كم عدد المزكين العام الماضي؟ كان 106 ولا 107 من الأفراد والشركات. أي من أفراد والشركات، والشركات طبعا الإسلامية وليس غير إسلامية، صحيح. وهذه عدد بسيط مقارنة بالمزكين المحتملين. محتملين تقريبا يتجاوزوا 1000. سبحان تقريبا يتجاوزوا 1000. لأنه الزكاة عندنا خيارية، دفعها لديوان الزكاة خيارية. من أراد يدفع ومن أراد لا يدفع. ديوان الزكاة ليس له سلطان لإجبار المزكي لدفع الزكاة إليه. والبعض يدفع جزء والبعض يدفع بس أقل من ربع تقريبا. هناك مؤسسات عملاقة ربما رأس المال يتجاوز مليارات، يدفعونها مبالغ بسيطة. وربما الذين يخرجون يوزعون بطريقتهم أو يحتفظون، لا يخرجون كما ينبغي. طيب، يعني هذه تشكل عقبة بالفعل، عقبة كبيرة أمام
الأهداف التي أسست من أجل ديوان الزكاة لكي تصلوا إلى المزكين الحقيقيين الذين كما قلت قد يصل عددهم إلى 1000 من المؤسسات والشركات؟ ما هي الاستراتيجية التي تتبعونها على الأقل لاستقطاب هذه الأعداد الهائلة من المزكين الذين لم يدفعوا بعد زكاة أموالهم إلى الديوان؟ والله كما تعرف المال شيء محبب للإنسان. نعم. وما ينفقه الإنسان الذي إيمانه عالي. صحيح. وهناك عندما فرض الزكاة أمر إلهي خذ من أموالهم صدقة طاهرة وزكيم، أي أمر أخذي وليس طلب. نعم. نحن الآن في مرحلة طلب، نمشي عند المزكي نقول والله زكاتك نحن جاهزين لاستلامها. نعم. ولكن هذا تردد ديوان الزكاة على كثير من المزكين لتذكيرهم قد لا تجد إجابات مرجوة إن لم تكن هناك جهات سلطوية ضاغطة عليهم. نعم. إما وعي ديني عالي. نعم. إما سلطة تجبرهم. نعم. على دفع الزكاة. صحيح. إن لم يكن هذا الشرطين توفر. نعم. في كثيرا من الناس عندهم طاوة والله يدفعوا زكاة عن طيبة النفس. نعم. ويدفعون ما يريدون لديوان الزكاة. نعم. ولكن يخرجون الزكاة ويوزعونها على المستحقين بطريقة أخرى. نعم. لكن عددا لا بأس بهم يقومون بدفع ما يريدون دفعها. نعم. نحن نقول هذه ليس زكاة، ممكن نسميها صدقات. لأن صدقة تدفع كما شئت وكيف ما شئت، أما الزكاة هي عملية حسابية. صحيح. زي كل عبادة. نعم. زي الصلاة والصوم والحج لها شروط ولها أركان، ولها إن لم يتبع هذه الطريقة ما نعتبره زكاة. والفرق يعني شاسع بين الزكاة والصدقة. طيب إذا أردنا أيضا أن نقرب الصورة للمشاهد، تحديد أصناف الزكاة، نحن نعلم أن سورة التوبة تتضمن مجموعة من المصارف الشرعية التي ينبغي أن تصرف لها أموال الزكاة من الفقراء والمساكين إلى آخره. أنتم كديوان الزكاة بعد تحصيل ما تمكن من يعني الزكاة، كيف تحددون الأصناف المستحقة لهذه الأموال؟ ديوان الزكاة الثمانية كلها. نعم. الأصناف الثمانية مجدولة. نعم. وهناك عندنا مجلس إدارة ديوان الزكاة. نعم. فيهم علماء، فيهم تجار. نعم. وفيهم كبار الشخصيات. نعم. ندع أمامهم حصيلة هذا العام. نعم. قد تم حصيلة 160 مليون 170 مليون. نعم. ونعمل اقتراحات. نعم. شريحة الفقراء والمساكين والعاملين عليها وابن السبيل وفي سبيل الله والقارمين والمؤلفة كل الثمانية. نعم. ندع نسب معينة. نعم. والمجلس يتناقش يرفع نسبة وينقص نسبة، يعني يعتمد. أيوة. ثم بعض يعتمد المقترحات ويدخل فيها تعديلات، وأحيانا يرى. نعم. بعض الأصناف المذكورة. نعم. قد لا تتوفر في جيبوتي. نعم. يقول لا هذه الصنف غير متوفر. نعم. أزيلوه أنقلوه إلى أصناف أخرى. نعم. ولذلك الرقاب. أيوة. الرقاب مثلا، الرقاب والمؤلفة القلوب. نعم. هذه بندين تقريبا. نعم. مرة كان يأتون وكانوا نخصص شيء. نعم. ومن دخلوا في الإسلام سابقا من النصارى. نعم. كنا نساعدهم. صحيح. بعد أعضاء مجلس الإدارة كان يأتون بهم. نعم. كنا نساعدهم من هذا البند، ولكن أخيرا قالوا هذا البند لا يتوفر، أتركوه. جميل. وكل يعني كل بند يأخذ حصته، نسيب الأسد يأخذ الفقراء والمساكين، يعني مراعاة للأولوية. أيوة. كما ورد في أيوة الآية الكريمة. أيوة الحاجة. وعندكم أيضا بعض اللجان التي تتعاون معكم من أجل تحديد المستفيدين الحقيقيين من المناطق. أيوة. والأحياء. هذا أما التوزيع. نعم. كيفية اقتران اختيار المستفيدين. نعم. ديوان الزكاة عنده لجان في كل حي. نعم.
مقسم مدينة جيبوتي في 23 حي، وفي كل حي لجنة تتكون من 5 أو 6 أفراد، وهؤلاء يعرفون حيهم، وديوان الزكاة يتواصل معهم ويجلس معهم، يطلب منهم ترشيح المستفيدين لهذا العام، ونطلب منهم في نفس الوقت لكثرة الفقراء ألا يكرر العام اللي استفادوا في العام الماضي في العام التالي، حتى يأخذ فرصة من لم يستفد في العام الماضي. وهكذا يتم الترشيح المستفيدين من خلال هذه اللجان من كل الأحياء الجيبوتية وفي المحافظات كذلك. وثم يأتي قوائم وصور بطاقاتهم إلى ديوان الزكاة، وثم يتم قسم الجباية، قسم البحث الاجتماعي يقوم بترتيب وتنظيم هذه القوائم، ثم نقلها إلى قسم الحسابات ويعد الشيكات المعنية لكل المستفيدين، وتأتي عملية التوزيع، التوزيع عبر الشيكات غالبية. جميل. أنتقل مرة أخرى إلى الشيخ أحمد نور. نحن ذكرنا يعني المبادئ الأساسية في التغيير، لكن هناك سؤال يطرح نفسه ويقول ماذا نغير؟ نعم، ماذا نغير؟ نحن قد أشرنا إلى هذا، إلى جزء من هذه الإجابة عن هذا السؤال، لكن ممكن أن نقول باختصار هو الذي نغيره أولا قناعاتنا، أفكارنا مغير. فالإنسان عندما يعني هو وحياته صورة من قناعاته وأفكاره ومبادئه، فلا بد من تغيير يعني الفحص الأفكار التي يؤمن بها لتعديلها إلى ما هو أحسن. ثانيا تغيير الاهتمامات، بماذا يهتم؟ لأن الإنسان يقول كثير من الأحيان يكون الفرق بين الفشل والنجاح والاهتمام، بماذا تهتم أنت؟ كذلك تغيير القدوات، من هو القدوة الذين أنت تقتدي بهم؟ لأن هؤلاء يؤثرون في حياتك. تغيير القدوات. وأخيرا تغيير السلوك، يعني إذا غير الإنسان هذه الأمور يعني تنعكس تلقائيا على السلوك. هذه هي الأمور التي ينبغي أن نغير، وبهذا التسلسل يعني حتى نصل إلى تغيير السلوك في النهاية. هل من نصيحة يعني توجيهها لمن يرغب، هذا إذا كان يرغب أن يرتقي يعني بوضعه ويتحول نحو التغيير الإيجابي؟ نحن كما قلنا في شهر رمضان، وهذا الشهر فرصة للتغيير إلى الأفضل والاستقامة. فلماذا ما يعني ما هي الثمار التي يعني نستفيد منها عندما نغير إلى الأفضل وننضبط في سلوكنا؟ كثير من الأمور يعني تتحقق للإنسان وهذا دافع له. أولا منها أيضا منها أو يعني أولا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني وأداء والالتزام بما أمر الله به والاستجابة لأوامره وتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذا التغيير للأفضل معناه الإنسان يلتزم أكثر ويستقيم، ففيه الاستقامة. الأمر الثاني كثير من مشاكله الإنسان تحل عن طريق التغيير إلى الأفضل، وكذلك فيها أيضا إثبات الذات وتحقيق الطموحات التي يسعى إلى الإنسان. فالإنسان إذا ثبت في حالة واحدة لن تتحقق ولا يشعر بوجوده في هذه الحياة وأنه مفيد في هذه الحياة وأن له دور معين. فهذه كلها ثمار يكسبها الإنسان من يعني إذا سعى أو إلى عمل على التغيير إلى الأفضل. جميل. يعني أنت ترى أن الإنسان لابد أن يدرك جيدا أنه سيجني ثمارا عديدة من وراء التغيير نحو الإيجابي. أستاذ سراج، نحن نقترب من نهاية هذه الحلقة، نود أن نتوقف لبعض الوقت مع اختصاصات ومهام قسم المحاسبة في الديوان الذي تتشرفون برئاسته. قسم الحسابات هو قسم من أقسام ديوان الزكاة. هناك أقسام مختلفة. قسم البحث الاجتماعي، قسم الجباية، قسم الكفالة، قسم الإعلام، قسم شؤون الموظفين، قسم المشاريع والعلاقات. وقسم الحسابات هو قسم يتم إيراد الجباية والكفالة، ثم ترتيب وتنظيم إعادة توزيع هذه الزكاة والكفالة عبر قسم الحسابات. وبجانب ذلك إن هناك أحيانا يكون مشاريع يقوم به بتنفيذ ديوان الزكاة، وهذه الأموال أيضا تدار من قسم الحسابات وينفذها قسم المشاريع.
جميل. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الثانية من برنامج لعلكم تتقون. في الختام أتقدم بجزيل الشكر وافر التقدير للشيخ أحمد نور علي وللأستاذ سراج محمد عبد الله، كما أشكر زملائي في هندسة الصوت والصورة الذين لولاهم لما تم هذا اللقاء. رمضان مبارك مرة أخرى، وحتى نلتقي في حلقة جديدة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.